نواصل أخبار وأجواء الأسواق العالمية مع ضيفنا. ينضم إلينا في الاستوديو خبير الأسواق المالية العالمية في إكسبيديشن إنفست إنترناشونال نزار عريدي. أهلا بك معنا. أستاذ نزار، الحديث يطول طبعا تأثيرات بالأسواق العالمية، ولكن بنقاط رئيسية، قوة الدولار كيف تؤثر الآن على أسواق الأسهم واستثماراتها؟ بداية تحية لك أستاذ رمزة والمشاهدين الكرام. شكرا. سؤال مهم جدا. الدولار اليوم في ظل هذه التطورات، في ظل هذه الضبابية، العوامل الجيوسياسية، الحرب التجارية، أصبح ملاذ آمن كبير جدا بالنسبة للمستثمرين. لاحظي يعني هذه القوة للدولار الأمريكي، هذه التدفق إلى السندات الأمريكية، مما أدى لانخفاض العائد على السندات الأمريكية يعني بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة. هذا الأمر، قوة الدولار ستكون إذا بقيت بهذا الشكل لديها طبعا انعكاسات سلبية على أسواق الأسهم وعلى الاقتصاد الأمريكي أيضا. لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية، وتكلمت معك أكثر من مرة حول هذا الأمر، لا يمكن يعني فوق مؤشر 98 إذا بقي الديفيسيت، تريد ديفيسيت سيزيد. أيضا سيكون هناك يعني عبء على الدين الأمريكي، عبء على الاقتصاد الأمريكي بشكل عام. فلا أتوقع أن يبقى الدولار بهذه القوة المفرطة. لربما يكون هناك تعديل أو تدخل من الإدارة الأمريكية في بعض الأماكن، أو تخفيف التوترات من قبل الجانب الأمريكي الجيوسياسية والحرب التجارية مع الصين. والرئيس الأمريكي من أهدافه أيضا أن يبقي الدولار منخفض. صحيح. من جهة ثانية رأينا كيف تقوم البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة لمواجهة الركود، وهناك مخاطر متزايدة بهذا الإطار. اليوم محافظ بنك اليابان المركزي كورودا يتحدث عن أنه المخاطر التي تأتي من الخارج قوية، وهو جاهز لسياسات تيسيرية إضافية. فماذا عن الين؟ هنا أنا أتفهم موقف رئيس المركز الياباني، لديه تقارير ودراسات تشير أنه في المرحلة المقبلة سيكون هناك إقبال كبير على الين الياباني، لأنه كما يعني ترين هناك يعني عدة مشاكل تحصل، حرب تجارية في الصين، عوامل جيوسياسية، جلوبال سلو داون، ضعف النمو العالمي. فلديه تقارير بأن الين الياباني سيكون لديه قوة كبيرة في المرحلة المقبلة، ولدينا توقعات حتى لو مع أو لدينا دراسات حتى لو مع التدخل أو المزيد من التيسير الكمي، الين الياباني سيشهد المزيد من القوة، ونرى مستويات 100 خلال يعني لربما في نهاية العام. بالحديث أيضا عن العملات، الاسترليني يشهد ضغوط منذ الجلسة الماضية وهبط بأعلى وتيرة يومية بحوالي شهرين. أمس اليوم يستمر بالتراجع. عندنا أكثر من سيناريو مطروح بالمملكة المتحدة، والتوترات السياسية أيضا مشتعلة. فبين الانقسام الموجود بالبرلمان وبين موضوع الانتخابات المبكرة، كيف سيتحرك الاسترليني؟ الجنرال الاسترليني لديه معيار واحد الآن، هو رئيس الوزراء بوريس جونسون. إذا رئيس الوزراء كان مكبل وليس لديه هذه القوة في التحرك والخروج من دون اتفاق، أو إذا ازدادت قوته ينعكس سلبا على الجنرال استرليني. ولكن كما لاحظنا المحكمة العليا حكمت لصالح البرلمان. البرلمان لا زال لديه القوة والتأثير، ولا ننسى أنه لا يمكن الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. هذا سيعطي دعم للجنرال استرليني. الخوف الوحيد هو الدعوة إلى انتخابات، لأنه الدعوة للانتخابات سيكون هناك نوع من المخاوف لدى المستثمرين، لأنه لا يعني بموضوع من سيأتي، هل سيعود بوريس جونسون بشكل أقوى، هل حزب العمال سيستلم على الحكم. يعني هناك عدة، سيكون هناك ضبابية للجنرال الثانيين. ولكن بشكل عام القرار المحكمة العليا، القوة البرلمان ستعود وتدعم الجنرال الساليني من جديد، ولن نرى يعني هذا الهبوط في الجنرال الساليني الذي حصل في السابق. نعم. كما نلحظ هناك بعض الإيجابية المتعلقة بالمفاوضات التجارية وتوصل لاتفاق أولي بين واشنطن وطوكيو، فكيف ترى مسار هذا الملف التجاري الآن؟ الملف التجاري يعني أنا لا أريد أن أكون متشائم، هذه اللعبة لن ننتهي منها إلى أن تنتهي أو تأتي الانتخابات الأمريكية. هذا الأمر كان مع الصين أو مع اليابان، مع اليابان يعني لديه وقع أخف، لأنه اتفاق نوعا ما يعني أوضح، وهناك يعني تسهيل أكثر في هذا الأمر. فيما يتعلق مع الصين، لا زال هناك موضوع الملكية الفكرية، لا زال يعني جانب الصيني لا يريد أن يكون هناك حل لهذا الأمر جذري كما يريد الأمريكيون. ولكن كما لو أن هناك مناورات الآن. نعم، مناورات، وسيبقى هذه
فولاتيليتي التقلبات في الأسواق حول موضوع الملف الحرب التجارية، وهذا سيضغط كثيرا على سوق الأسهم. سنراها يعني لربما داو جونز يعود مستويات 26,000 ثم نراه مستويات 27,000 لربما 28,000 إذا زادت حدية المفاوضات بشكل أن هناك إيجابية كبيرة. ولكن نرجع بالتاريخ 6 أشهر إلى الوراء ولاحظ تقلبات الداو جونز مع موضوع الحرب التجارية، وكأنه السيناريو مرسوم وأصبحت قاعدة للأسواق سوق الأسهم وقاعدة للمفاوضات بين الجانبين. يعني الصيني يتكلم نفس الموضوع والأمريكي يتكلم نفس الموضوع. كان بتوقعات سابقة بحديث سابق لنا أنه ربما يصل داو جونز لمستويات قياسية عالية صوب 30,000 نقطة. هذا ليس طبعاً إذا كان هناك يعني إيجابية كبيرة أو وراد أن يكون هناك مثلاً دعم قوي للدو. هذا لا تنسي بأن مستويات 29,000 30,000 هي دعم كبير للرئيس الأمريكي في حمله الانتخابية، وهو دائماً يركز في حملته الانتخابية على أمريكا أولاً وعلى ما يحققه من الجزائر. قبل الختام لأن الوقت شارف على النهاية، النفط سجل نوعاً ما تقلبات الآن، كيف تقيمها؟ أولاً أود أن أشير إلى الجهد الكبير اللي قامت به شركة أرامكو والتي أنقذت الاقتصاد العالمي من خلال تعويض 5 مليون برميل. إذا لو لم تقم بهذا الجهد الكبير، وبالفعل فشأت العالم كله وعملت صدمة إيجابية في الاقتصاد العالمي، كان هذا سينعكس بشكل كبير سلبي على الاقتصاد وعلى الصين وعلى الولايات المتحدة وكل الاقتصاديات العالمية، وكان سيرفع أسعار النفط بشكل يعني يكون هناك سبايك سلبي على الأسواق. الآن مستقرة أسعار النفط، لربما سيكون هناك بعض التقلبات ولكن لن يكون هناك الانخفاضات الكبيرة في أسعار النفط، لازال هناك طلب، هناك يعني adjustment تعديل حصل خلال هذه الفترة وعادت إلى الاستقرار، وسنشهد المزيد من الاستقرار خلال المرحلة المقبلة. شكرا جزيلا لوجودك معنا خبير الأسواق المالية العالمية في Expedition Invest International نزار عريدي، أهلا بك.